لا لا ما له شغل ابدا. كل انسان يذهب الان سياحه والمسلمون يقتلون، اول شيء المسلمون يقتلون، صار الان كم سنه المسلمون يقتلون؟ ما توقف، صح ولا لا؟ في اراكان كان وما زال، في فلسطين كان وما زال، في العراق، في الشام، في اليمن، في اين ايضا؟ في الصين، في كثير من البلاد. فلو قلنا ان طالما ان المسلمين يقتلون إذن لا نضحك لا نفرح لا نعم، يجب ان ينصرهم الانسان بقدر ما يستطيع، لكن نعيش حياتنا، نعيش حياتنا، لكن لابد ان نحمل هم المسلمين. وقد جاء في الحديث وان كان ضعيفا من حيث الاسناد لكنه يعني المعنى صحيح، من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. الانسان يهتم بامر المسلمين، لكن ليس معنى هذا انه لابد ان يكون يعني دائما يعني مغلولق الصدر كذا او غير ذلك، لا. يعني ممكن انسان، بل لعل الكثير من يذهب السياحه ينفق اكثر مما ننفق نحن، لا 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 يمنع احد ابدا، وانما نقول ايضا تجب ان تكون يعني همومنا لهم، يجب مثلا نفكر اني كما انفق على اولادي انفق عليهم هذه السنه، سفره السياحه مو لازم ادفع اموالها لذلك او ادفع مثلها لهم، وهكذا. والله المستعان.